مستعدين لرحلة جديدة معنا؟ يلا وش تنتظرون؟ اربطوا الأحزمة، الإقلاع بعد قليل مع السياحة المذهلة. عينك على العالم عبر سناب. صبحكم الله بالخير، والله يعطيكم العافية. طلعنا من المطار دايركت على الأوتلت، مو على الفندق. قلنا نخلص نتسوق ونروح الفندق ونريح. أوتلت باريس هو الأجمل في نظري في أوروبا، مريت بحدود 7 إلى 8، كان هذا الأفضل في نظري، وهو قريب من ديزني لاند، يبعد ما يقارب 5 إلى 6 كيلو، قريب جدا منها، وأسعاره في بعض الأحيان وبعض المواسم جدا مناسبة. وصلنا للفندق اللي هو الماريوت هوتيل امباسادور، طبعا راح ندخل الان ونصور لكم من داخل. الأجواء في باريس باريسية بمعنى الكلمة اللي نقولها دائم. الأجواء ولا أروع اليوم ما شاء الله تبارك الله، الجو خيال بمعنى الكلمة. لا ديفانس، أو مثل ما يطلق عليها باريس الجديدة، منطقة ناطحات السحاب وأيضا التسوق والمولات الفخمة.